بدون ترويض من محمد علي منصر يسجل اولى الاهداف في 27 دقيقه، هدف لصفر لصالح النادي الاهلي الصفاقسي. هدف رائع لنادي الاهلي الصفاقسي في هذه المباراه. هاي الاعاده، التوزيع والتسديد مباشره في الشباك من جميع مرحلة شيخ ميس الثامري في هذه الكره. طبعا قلت في ظل غياب الحلول والمرور من محور دفاع الجريده، التوغلات هي الحل في النادي الصفاقسي. وغل ديدين دونغ نشاء